السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم أص... اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله. واسأل الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وما اخبار الدندنه في بيتكم اخوتي وانا احبكم في الله وبمنتهى الحب والتلطف اقول هذه حلقه حزينه ليه يا عم الشيخ ما احنا كنا ماشيين حلو أقول أن بعض الناس يقول أنا لي سنين أدندن ولم يحصل ما أطلبه ماذا أفعل؟ نعم إخوتي إنها صارت شكوى تكاد تكون عامة مريض يدعو سنين ومرضه يتزايد وفقير مديون يدعو سنين وديونه تزيد وياما امرأة بنت من بناتنا تريد أن تتزوج وسنين تدعو أن ترزق زوجاً ويدعى لها ولا ترزق و آخر يريد أن يحصل على وظيفة أو أن يستقر في عمل ويدعو ولا يحصل ما السبب؟ ما السبب؟ ما السبب في هذه الظاهرة الخطيرة ألا يستجاب الدعاء عوائق في طريق الدندنة أولها ضعف الدعاء في نفسه. أن يكون الدعاء نفسه ضعيف. دعاء ضعيف. دعاء أن يكون الدعاء نفسه ضعيف. دعاء ضعيف ما يطلعش ما يصعدش لفوق. سبحان الله العظيم يعني من من العجب العجاب أني قرأت قصة عن الإمام الشعبي. يذكر ان مجموعة من المهاجرين من الصحابة خرجوا في سبيل الله، وكان أحدهم على حمار. وفي الطريق في وسط الصحراء نفق الحمار. نفق يعني مات. مات الحمار. فراوده أصحابه أن يحملوه، أن يمشي معهم على رجليه، فرفض، وجلس بجوار الحمار. ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني خرجت كما ترى مجاهدا في سبيلك لا اريد الا وجهك فاللهم احي لي حماري فنفض الحمار اذنيه وقام قائما فركبه ومشى تعجبت كما تعجب الصحابه بعد ان راوه قالوا ماذا صنع الله بك قال احيا لي حماري شيء عجيب جدا أن يُحيي الله له الحمار. لا 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 قصة ذكرها الإمام مالك عن أحد مشايخه قال أنه ابتلي بفتنة النظر فرفع يديه إلى السماء وقال يا رب إنك أعطيتني نظري نعمة من نعمك علي فصار لي فتنة فاللهم خذ بصري إليك فأصبح أعمى ذهب بصره وكان له غلام ابن اخت له يقوده الى المسجد وفي يوم ضل منه الغلام وهو جالس في المسجد وغلبه الغائط وصار ينادي الغلام ويحصب الحصى حوله لكي ينتبه اليه احد يحمله الى الحمام فلم ينتبه اليه احد، فرفع يديه وقال: اللهم انك كنت جعلت بصري نعمه فلما صار فتنه سالتك اخذه فسلبته، واليوم اخشى الفضيحه، فاللهم رد علي بصري، فرد الله عليه بصره. قال الامام مالك: فرايته اعمى ورايته بصيرا. ورايته مبصرا. فرايته اعمى ورايته مبصرا، تتعجب يا رب خذ بصر ربنا ياخذ بصر يا رب رد علي وصل رجعه له بصر يا رب احيي لي يحيي الحمار الله امال ايه اللي احنا بنعمله مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش ندعو فعلا دي الحقيقه مش انا قلت ان احنا محتاجين محترفي دعاء صنيعي الدعاء يعرفون كيف يفتحون ابواب السماء زي محمد بن واسع سبحان الله العظيم والقصص من هذا كثيرة جدا ونستطيع ان نسوق قصص باسانيد صحيحة يعني لازم تصدقها الكلام ده مش زمان بس وفي زماننا يوجد الكثير يبقى احد عوائق الدندنة احد موانع استجابة الدعاء ضعف الدعاء في نفسه اثنين ضعف قلب الداعي اللهم قو في رضاك ضعفنا اللهم بعث قوة في قلوبنا ان يبقى القلب نفسه ضعيف ابن القيم بقى في كتاب الداء والدواء بيقول ايه بمنزلة القوس الرخو فمهما شددت يسقط السهم قريبا لرخاوة القوس القوس ضعيف القلب لما يبقى ضعيف الإرسال ضعيف ما يوصلش الدعاء قولي طيب دي مشكلة طب أقوي قلبي إزاي علم أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي زود الطاعات يقوى قلبك احد اسباب احد اسباب قوة القلب كثرة الطاعات كان ابن القيم كان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول من قال قبل صلاة الصبح سبحان القي, القي سبحان الحي القيوم أربعين مرة رزق قوة القلب سبحان الحي القيوم 40 مرة الكلام ده مش حديث بس شيخ الاسلام زي ما بيقول هي مجربة نوع من انواع الادوية من انواع الادوية الادوية لان انا قلت لكم ان الدعاء دواء ولا ما قلت من الادوية النافعة الدعاء دواء دواء لكثير من الامراض الدعاء بل الد... الد... الدعاء دواء لكل الامراض ايضا من اسباب موانع استجابه الدعاء وجود سدود تحول دون وصول الدعاء. واتمنى لكم والله كل خير، انني والله والله شهيد بيني وبينكم، من قلبي اقول اشتهي ان كل المسلمين الموحدين اهل السنه ان يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأنا معهم. يا رب، اللهم إني أسألك ذلك. لذلك أنا بتألم من مريض متألم يريد الشفاء. كنت أزور الدكتور محمود الله يرحمه رحمة واسعة. أسأل الله يرحمه رحمة واسعة. في أواخر أيام حياته وكان مريضا، فقلت له أيهما أحب إليك أن تشفى. او ان تموت فقال ان اشفى قلت له اسال الله ان يشفيك ولكن الاولى ان تقول احبهما الي احبهما اليه سبحانه وتعالى انت مريض تحب ان ربنا يشفيك ولا تحب انك انت تموت وتدخل الجنه كثير من المرضى حريص جدا على الشفاء اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء اللهم اني اسالك لجميع المسلمين والمسلمات العافيه وان تمسحهم بيمينك الشافيه اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم يسر الشفاء وارزقنا الدواء يا حي يا قيوم آمين أقول أن الأولى أن يقول أحبهما إلي أن أشفى وأن أموت أنا لا بحب أشفى ولا أحب أموت أحب إيه؟ أحب اللي يحب ربنا أنا بقول إيه؟ إن أنا أحب لكم الشفاء واحب لكم العافيه واحب لكم الرزق واحب لكم الستر واحب لكم الخير كله فلذلك اقول ان دعاءنا مش هو ده الموضوع كله في جزء من الموضوع انت سببه يعني ممكن يدعو لك احد مخلص مستجاب الدعوه ودعاه لا يستجاب سبحان الله العظيم اقول لك ايه في قصة أصحاب الأخدود الغلام كان مستجاب الدعوة لما آمن الجليس بالله دعا الله له فرد الله عليه بصره وأجمل استفادة من الدعاء أن يستفاد به في الدعوة إلى الله وهداية الناس فلذلك أقول أن الغلام كان مستجاب الدعوة ومع ذلك شق رأس شيخه أمامه ولم يفعل شيئا قد يكون كما يقول العلماء صرف عن الدعاء أو أنه دعا ولم يستجب له هيبقى في أسباب تحول دون استجابة الدعاء ولو من مين؟ عقبات عوائق قد تكون من الشخص نفسه مثل رين ال... رين الذنوب على القلوب مثل الظلم الظلم الظالم كيف يستجاب دعاءه؟ مثل اكل الحرام وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يقول يا رب يا رب يرفع يديه الى السماء ويقول يا رب يا رب فانى يستجاب له وطعمه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام فأكل الحرام يمنع استجابة الدعاء من موانع استجابة الدعاء أيضاً ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ولا تاخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق اطرا او ليسلطن الله عليكم عدوا من غيركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم يبقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ على يد الظالم والا لا يستجاب الدعاء من موانع استجابة الدعاء أيضا الاستعجال والاستبطاء إنسان يدعي قد يكون نفسه في ولد ويدعي سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وبعدين ييأس فيبطل يطلب فلا يعطى أيضا اسباب عدم استجابه الدعاء كثيره ولكن ينبغي ان يبحث كل منا في نفسه لماذا لا يستجاب دعائه ما هي العوائق التي تمنع استجابه دعائه فاذا افسحنا الطريق امام دعائنا ليصعد الى السماء اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فإذا كان الكلام طيباً وهناك عمل صالح دافع يرفع الكلم الطيب يظن هنا استجابة الدعاء اللهم استجب دعاءنا إخوتي بنا ندندن دندنة على أصولها. لقد جاءكم رسول من أن <تصفيق> 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 عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. <applause> اخوتي اننا بحاجة قبل ان ندعو ان نصلي على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم فاللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره نسالك اللهم ان تستجيب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل توبتنا، اللهم اصلح شبابنا، واهد فتياتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، اللهم ارزق نساء المسلمين العفة والحجاب، اللهم انا نسألك ان ترضينا بما يرضيك، اللهم انزل على قلوبنا والمسلمين والمسلمات برد السكينة والصبر. والرضا اللهم دبر لنا امورنا على ما تحبه وترضاه اللهم لا ترزقنا الا من حلال اللهم لا تبارك لنا الا في الحلال اللهم لا توفقنا الا لما تحبه وترضاه اللهم لا تعنا الا على ما يرضيك عنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، احبنا وارضى عنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين امين 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 احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.